فعلا ارخص علاج بيطري لقيته. شايف الكميه دي اللي انت ممكن تحطها على اللتر، صدقني من تاني يوم مباشره هتنتهي عندك السلمونيلا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. السلمونيلا، الاسهالات، البرد التنفسي، كل دي امراض هنشتكي منها في الفتره اللي جايه دي. عشان كده طالعين نعمل التحصينات المهمه جدا جدا في خلال الموسم ده. طبعا احنا داخلين على موسم الصيف، لازم نقي الحمام بتاعنا او ناخد بالنا من الحمام بتاعنا من الامراض اللي هي ممكن تؤدي الروشه، السلمونيلا، الاسهالات، البرد التنفسي، دمعه العين. كل الامراض دي هنشتكي منها، ولكن في علاج قوي جدا جدا لحالات السلمونيلا. جربت علاجات كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، العلاج ده وقع معايا كده بالصدفه. ارخص علاج بيطري انا اشتريته، والجرعه بتاعته باقل جرعه انا اشتغلت بيها لا تذكر يا جماعه، مش جرام ولا اي حاجه، لا اقل من الجرام، يعني ربع جرام على اللتر، نهى تماما على السلمونيلا عندي. كان في طبعا حالات السلمونيلا الزرق اللي هو اخضر زيتي، كان بعض الحمام عندي خلاص شبه ان هو انتهى. الحمد لله العلاج ده جاب معايا نتيجه هايله جدا مع الاصوص بتاعتي. العلبه دي ثمنها 35 جنيه، هتقعد معاك يعني ممكن تقعد معاك سنه كامله مفيش فيها اي مشكله. لو قعدت هتاكل الحمام بتاعك، هتعمل زي تحصين للحمام بتاعك من السلمونيلا، الاسهالات اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا. العلبه اسمها كولوستين، اهي كده يا جماعه عشان برضو تبقى واضحه، كولوستين 600، كولوستين 600، يعني برضو هوضحها لكم باذن الله، هاخد لكم لقطه منها كده واحطها على الشاشه. كولستين 600، ثمنها 35 جنيه، أرخص علاج بيطري، فعلا أرخص علاج بيطري لقيته. شايف الكمية دي اللي أنت ممكن تحطها على اللتر، صدقني من تاني يوم مباشرة هتنتهي عندك السلمونيلا. وناس كتيرة جدا بعتت لي على الخاص، كنت بوصف لها الجرعة دي. طبعا أنت عايز تشتري منها كمية قليلة، ولكن أنا أفضل إنك أنت تشتري علبة عشان تعمل بعد كده منها كوقاية. عندك زغاليل بتموت بعد الفأس، قبل الفأس، الكلام ده كله لازم تشتغل بحاجة معوية. بصراحة ممتازة جدا، ومن تاني يوم فعلا بدأت ألاقي في تحسن في الحالة اللي عندي، الزرق بدأ إن هو يتماسك نسبيا. تاني يوم أو تالت يوم انتهى عندي الحالات دي تماما. كان في عندي انتفاخ للحويصلة برضو اشتغلت بيها كمضاد حيوي، يعني جميل جدا 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 في حالات السلمونيلا، الامراض المعويه عامه كلها. دي كده العلبه اللي انا ممكن اشتغل بيها كوقايه من اي امراض معويه. وزي ما قلت كده يا جماعه، عندك زغاليل بتموت بعد الفأس او قبل الفأس، في البيضه، البيضه اللي هي طبعا بيحصل لها كبس، الكلام ده كله نتيجه امراض بتنقل من الاهالي للزغاليل، فلازم اشتغل باي حاجه معويه، مش هلاقي افضل من دي. جرعه جماعيه ممكن احط ربع على طرف المعلقه كده بالظبط، زي ما احنا شايفين بحط طرف المعلقه دي، بيبقى ربع جرام على اللتر الميه، وابدا امسق منه للحمام بتاعي. من تاني يوم هتلاقي فعلا في تحسن قوي جدا مع الحمام بتاعنا. ما ننساش اهم حاجه يا جماعه، بعد الجرعه العلاجيه لازم ان انا اقدم خميره، اللي هي الخميره الميبيكو، برده متواجده لغايه دلوقتي في الصيدليه، خميره الميبيكو اللي هي دي كده يا جماعه العلبه دي. لازم اشتغل مع الاصوص بتاعتي اللي هي طبعا بيكون عندها حالات السلمونيلا، او بعد العلاج ده مباشره لازم ادي الخميره عشان انشط البكتيريا اللي هي النافعه اللي بتكون اتقتلت من المضادات الحيويه. بعد كده الفرد بيبدا صحته تتعافى، وبيبدا التسييفه دي تروح منه تماما. زي ما انا قلت كده يا جماعه، كان في فريد عندي داخل عليها هزه، او بالمعنى اصح كان جالها هزه، كان والله كان في قص دايما كان بيتطوح في قلب السلاكه لدرجه ان هو كان بيتقلب على ظهره. الحمد لله لما اشتغلت بيه، طبعا كنت بسحب بالسرنجه وبدي النتايه وبدي للذكر اللي هو المريض او الاصوص اللي هي المريضه، والحمد لله تعافت وبقت 100 100 وبدات تشتغل عندي. ما طلعتش اتكلم على العلاج ده غير لما جاب معايا نتيجه هايله جدا، علاج للسلمونيلا، الاسهالات، اي نوع من الاسهالات هيشتغل بالعلاج ده. ما ننساش بقى ندي الخميره عشان انشط البكتيريا النافعه، والبكتيريا اللي هي بتبقى طبعا بتتقتل نتيجه المضادات الحيويه عشان الفرد بتاعنا يتعافى. بعد كده ببدا اشتغل معاه طبعا برافع المناعه اللي هو الايمولانت اللي انا بجيبه من الصيدليه البشري، او اي رافع مناعه عشان اعزز المناعه بتاعت الفرد بتاعنا ويقدر يتعافى ويشتغل ويبقى تمام التمام. ممكن ان انا اشتغل بيها كتحصينات طول فتره الصيف، عشان طبعا الامراض البكتيريه اللي هي ممكن تتنقل نتيجه المياه الملوثه، الكلفه الملوثه، او الكلفه اللي هي المياه لما بتضرب فيها الشمس برضو
ممكن تقدم لبكتيريا للحمام بتاعنا الكنكر، الكنكر الحويصلي اللي هو بيتنقل من الاسوس الكبيره للزغاليل اللي هي بتسبب حالات الموت. لازم ان انا اشتغل بالمطهرات المعويه. الكوليستين ده ممتاز جدا، وعلبه ثمنها لا يتعدى ال 35 جنيه، ممتازه جدا جدا في حالات السالمونيلا والامراض المعويه. وما ننساش طبعا جرعات الخميره عشان انشط زي ما انا قلت كده البكتيريا اللي هي النافعه. هنلاقي اليومين دول طبعا دمعه العين عند الاسوس بتاعتنا او بعض الاسوس عندنا اللي هو ما بين فصل الشتاء لفصل الصيف، هنلاقي زي كده دمعه عين للاسوس عندنا. لازم ان انا اجيب القطاره دي كده يا جماعه اهي زي ما احنا شايفين اللي هي ديكساترول. ديكساترول لا مش هحط طبعا عليها مضاد حيوي ولا حاجه، هي دي ممتازه جدا. من ثاني يوم هتلاقي طبعا دمعه العين دي اختفت، يبقى احنا كده اتكلمنا على دمعه العين اهي ديكساترول، قطره اسمها ديكساترول هتجيبها عشان طبعا دمعه العين اللي هي تبقى في التوقيت ده لازم اشتغل بيها في الحاجات دي. الثلاث علاجات دول مهمين جدا جدا ان انا اشتغل بيهم في الفتره دي عشان انقي الحمام بتاعنا من الامراض المعويه. طبعا دي اصلا كمان منشط قوي جدا، فيها ماده السيلينيوم بالنسبه للذكور الحمام، وبتسمن كمان عندي الزغاليل ما بقطعهاش عندي من المكان عشان مهمه جدا جدا، وخصوصا بعد ما بقدم طبعا اي حاجه او اي علاجات للحمام بتاعنا لازم ان انا انشط البكتيريا النافعه بالخميره اللي هي الميبوكو اللي انا بجيبها من الصيدليه البشريه. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.